السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم زرت هذه المزرعة. وين هذه المزرعة؟ في مسقط، في العاصمة مسقط. الرجال ما شاء الله عليه الحبيب حاط ظل. شوف الظل اللي موجود، المشكلة ان الظل قوي جدا جدا جدا، والتين احنا عرفنا انه يحتاج للشمس. شوف المستويات، شوف الاوراق وشوف الثمار قد يكون قليل جدا جدا، وشوف حجم الاوراق، ترى حجم خيالي. المهم مو نستفيد، احنا نستفيد اولا من ان التين يبغى الشمس، ولو حط ظل بنسبة 20% الى 30% الامور طيباتي. لكن صراحة الظل ترى قوي جدا جدا. شوف الاوراق كيف مستويات، طبعا هذا السلطاني، اوراق شيء داخل، بعدين اوراق كبيرة جدا جدا. الاثمار موجود، ولكن الاثمار ليس باثمار كثير. شوف الاثمار موجود. كذلك الحبيب ما قطع القمم النامية، يعني خلى العود يروح فوق وما قطع القمم النامية. هي وش الشجرة تسوي؟ الشجرة أول ما تكون، طبعا أشجار التين أنا أتكلم، أول ما تكون أشجار التين في ظل تحاول تكبر المجموع الخضري مالها. شوف الأوراق ترى كبيرة على فكرة، تحاول تكبر الأوراق بحالها عشان تجمع أكبر نسبة من الشمس. والثمار تقول بعدين، رغم أنه في بعض الثمار، شوف هذا الكمثري، أوراق الكمثري ما شاء الله مكانهن صغار. شوف ما شاء الله على أوراق السلطاني، شوف 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 هنا، شوف مقارنة باليد، يعني ترى حتى في الحقيقة بعدها أكبر عما تتصور. فلذلك نستفيد من هذه التجربة المهمة. وإيش نستفيد؟ نستفيد إن يا طويلين العمر، شوف يا أخي صاحب مزرعة ما هنا باك أنت، سألك كم عمرها؟ أتوقع عمرها ترى فقط لأشهر، أتوقع والله أعلم. على العموم نستفيد إن الظل، حط لك ظل خفيف، وخاصة في فترة الصيف، أما في فترة الشتاء حتى ما تحتاج ظل. والشيء الآخر أيضا اللي نستفيد منه، ما نزرع في حفر، وهذا الكلام تكلمنا عنه، خوفا فقط من الملوحة، وإذا ما عندك ملوحة فأمورك طيباتي. والمزرعة جميلة والمكان جميل، ولكن ننصح بتغييره. هذا لازم نغيره ونحط الشيت الأبيض مثلا. فالشيت الأبيض حلو، هو يعكس من هنا الشمس بنسبة بسيطة، وهو يدخل الضوء، وهو أيضا يرد الحرارة لأن كونه أبيض ويعكس إشعة الشمس المباشرة. إنتاج شيء، ها أنت تقول الإنتاج ما شيء شيء، ولكن لا يعتبر إنتاج مقارنة لو كنا زارعينها خارج هذه الأشجار. هذا شوف ما شاء الله على الورقة، شوف ما شاء الله أوراق كبيرة جدا جدا صراحة، إلى درجة أنت تستريب يعني زين، فتستغرب من حجم الأوراق. كذلك في بعض الغبار كان يفضل أن نقوم بعملية غسيلة، لكن المكان صراحة جميل جميل جدا جدا. ها شوف ما شاء الله، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. مزرعة جميلة والأمور طيباتي، ولكن دائما نحن تعلمنا أصلا من زيارات هذه المزارع، تعلمنا الكثير، ونحاول ننقل الخبرات وننقل التجارب وننقل كذلك. وصراحة بعض الشباب ما شاء الله عليهم يسمحونا في عمليات التصوير، ليش؟ لأنه يعرفوا أنه راح يستفيدوا آخرين، ويكتب الله تعالى لهم إن شاء الله أجر. والبعض يقول متحفظين، وأيضا التحفظ أحيانا تقول ويش، كل واحد وحقه في التحفظ. تمام، أغلب الأصناف هنا لاحظت هنا السلطاني، بعض الأصناف حتى شوف كيف ما تعرف أن هذه براون تركي، ليش؟ بسبب وجود الظل واختلاف الأوراق في تحت الظل هذا. والأشجار اللي هنا اللي حصل نوعا ما الشمس تلقاهن شوية نشطات أكثر، تلقى فيه النشوط وتلقى فيه الميلان باتجاه الشمس، لأن عرفنا اتجاه الشمس. على فكرة حتى البابايا يحتاج إلى الشمس المباشرة. طبعا إذا حطيت له ظل، حط له ظل فقط شيء بسيط جدا جدا. شوف شوف الثمار هنا، استويا الثمار هنا، لكن عددهم طبعا مقارنة بالأشجار وطولهم عددهم بسيط جدا جدا جدا. ضربات الأشجار فوق ما شاء الله وصلت إلى فوق 3 متر. شوف الأوراق هنا ما شاء الله ما شاء الله، صراحة الأوراق كبيرة جدا جدا. على العموم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، ونسأل الله تعالى له إن شاء الله التوفيق هذا الحبيب، وعسى الله تعالى يطرح له البركة بمشيئة الله تعالى. وجزاكم الله خير، والأمور إن شاء الله الأمور طيباتي، ومع السلامة وأحسنتم وإلى اللقاء. قوي عندك التين في أي مكان يتحمل تزرع، يعني في ناس عملت تجارة في تربة صخرية، وفي ناس تربة طينية، في ناس تربة رملية. أنا عندي قسمين، في مكان في تربة طينية ومكان في تربة رملية. أيوة. وكلهم ما شاء الله تبارك الرحمن نفس الشيء، والغني عن التعريف أستاذ داود الكديس، هذا يعني ما شاء الله أنا أقول رقم واحد في التين في عمان.
لا يعني ما أقصر حق البقية، ما شاء الله تبارك الرحمن عندنا ناس كثير في عمان مختصين بالتين وواصلين، لكن نعم. داود الكديس متحرك دائما يشاركنا يومياته، فعمل تجارب عديدة بعضها على التربة الطينية وبعضها الرملية حتى على الصخور يقول بس عشان أجرب، فأثبت أن التين أصلا متحمل. بالإضافة إلى ذلك ليش أن التين يعني سهل؟ لو التين متحمل لدرجة حرارة قصدي درجة ملوحة توصل إلى قوة 3000، يعني التربة عندك مالح، الماء مالح بعد التين يقاوم إلى 3000 يتحمل، خلاف الأشجار الثانية لو وصلت الملوح عندك 1900 وات ما تتحمل أصلا. نعم، مقاومته مثلا عبد الحميد لدرجة الملوحة مثلا بالرغم من المقاومة، لكن هل يؤثر فيما بعد مثلا في طعم التين مثلا أو أي كانت من الفواكه التي تقاوم؟ لا هو شوف إذا أنت كنت تريد الطعم ممتاز على حسب الأسمدة اللي أنت تعطيها. نعم، يعني بوتاسيوم والعناصر الغذائية اللي تكون متوفرة. أكيد أكيد أكيد، هي هذا لها دور كبير ترى في الطعم، ناس تقهل هالشيء. نفس الشيء تنظيم الري له دور كبير في الطعم، البعض مثلا بيسقي بكميات كبيرة وقت الثمر. نعم. أنا معك راح تكون حجم الثمر كبير، ولكن تأكد تماما أن الطعم غالبا يكون يعني مثل ما نقول إحنا نسميه بالعماني ملغ. أيوة فهمت علي. نعم. ما في طعم الحلاوة فيه صح، ليش؟ نقص عناصر، أنت جالس تعطيها ماء بس نقص عناصر. بالضبط، يعني هناك يمكن يعني من خلال ما تشارك على صفحتك عبد الحميد من كل هذه التجارب ممكن أنت أيضا تقرأ ردود أفعال أو تعليقات حول مثل هذا النوع من الموضوعات أو كيفية العناية بالزراعة بشكل عام. إيش اللي لاحظته من سلوكيات زراعية خاطئة عند بعض الناس في التعامل مع الأشجار خصوصا مثلا في فصل الصيف؟ شوف أنا أكون معك صريح أستاذ، أنا ترى مبتدئة. نعم. يعني أنا صار الحين يعني سنة وحاجة بس، ولكن بحثت قريت تعمقت تفسرت تواصلت مع مزارعين كبار، ما ترى ما عيب. البعض قلت لا ليش اروح اسال، بالضبط اسال البعض يعني من ضمن التعليقات نكون صريحين، البعض يقول والله توك بادئ في الزراعه واصبحت مسوي فيها مهندس ما ادري، يا اخي ما عيب والله. ما ايش يمنع انك تشارك المعرفه؟ ما فيها اي شيء. بالضبط، انا شاركت معرفتي مش من راسي او من خلنا نقول مثلا درست عليها ولا شيء، انا تعلمت وطبقت وشفت انه صح، بالتالي اني جالس اعلم الناس يعني اللهم